السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة يا رب العالمين. احنا النهاردة طلعنا يخت سيزر في مطروح، حاجة كده حكاية. تعالوا ورولك. ما شاء الله. طبعا احنا طلعنا، جيت عن طريق محمد عصام، محمد طه، وطلعني مع مستر كراميلا هنا. ما شاء الله اليخت حاجة كده ايه، تحفة خالص يعني. تعالوا بقى نديكم بقى جولة حلوة جميلة كده من ايه؟ طبعا ده الشاطئ العام اهو. تعالوا نديكم جولة كده جميلة كده ونوريكم الدنيا هنا عاملة ازاي يعني. ما شاء الله حاجة كده ايه؟ روعة الجمال ده. باشا حبيبي يا غالي، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. لا روعة روعة ما شاء الله. ايه يا جماعة، مستمتعين ولا لا؟ مستمتعين ولا لا يا جماعة؟ يا ريت تكونوا مستمتعين معانا. ايه ما شاء الله حاجة ايه روعة. حاجة تحفة كده ما شاء الله. شايفين يا جماعة الدنيا عاملة ازاي؟ ده اللسان اهو اللي هناك اهو، المسجد العوام الشراع. حاجة انا بصراحة مبسوط يعني، ما شاء الله المكان تحفة ما شاء الله. حاجة حكاية. فتح الله. نديكم جولة يعني بشكل مختلف عن مطروح من البحر. ما شاء الله جولة تحفة وأكثر من رائع بمراحل بصراحة ما شاء الله. واليخت ما شاء الله جميل، يخت سيزر ما شاء الله، يخت روعة. خليكم معايا كده، شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة يا جماعة؟ ما شاء الله حاجة روعة، حاجة تحفة بصراحة ما شاء الله. شايفين؟ ما شاء الله أحلى جولة. مبسوطين يا جماعة ولا لأ؟ يا ريت يا جماعة تقولوا لنا إيه رأيكم في الجولة دي في التعليقات، ما تنسوش الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد ومفيد في محافظة مطروح او في اي محافظة تانية. احنا هدفنا ان احنا نفيدكم بالمناظر الجميلة، بنمتعكم، بنفيدكم بالمعلومات. طبعا ما شاء الله جولة ولا اروع ما شاء الله، حاجة كده حكاية تحفة ما شاء الله. انا بس مش عارف اصور لكم بقية المكان عشان خاطر الاغاني اللي شغالة، حاجة تحفة ما شاء الله. شايفين يا جماعة؟ شايفين الجمال؟ ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله كده احنا رايحين في اتجاه الغرام. الغرام اللي هناك ده خالص شايفينه؟ طبعا انا مش عايز اتكلم كتير في الفيديو علشان خاطر يعني ما ضيعش جمال المنظر وجمال المكان في الصوت. ما شاء الله حاجه تحفه. يا باشا خش عادي.
تعالى يا باشا، تعالى خد وضعك، خد وضعك يا جاي. ما شاء الله، مسجد العوام اهو هناك اهو. مسجد العوام اهو ما شاء الله من البحر، حاجة روعة وتحفة ما شاء الله. بص يا جماعة الجمال، يا رب دايما تكونوا مستمتعين بالجولة الجميلة دي ما شاء الله. اي حاجة حكاية، حاجة روعة. ده فندق ريم اهو، فندق ريم اهو هناك اهو، بعديه ديليمار. حاجة كده ايه، روعة. شايفين ايه رأيكم يا جماعة، مستمتعين ولا مش مستمتعين؟ عايز اقول لكم الجولة روعة وتحفة واكثر من رائع بمراحل. يا ريت تكونوا مستمتعين معانا، قولوا لنا ايه رأيكم في التعليقات، وما تنسوش طبعا الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد وجميل ومميز عن محافظة مطروح. بصوا يا جماعة، روعة 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 ما شاء الله. ما شاء الله. ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل زر الجرس وتدعوا اصدقائكم للقناة. نشوفكم في فيديو جديد من مكان جديد، مع السلامة.